على بعد 48 كيلو من محافظة أسيوط، يقع أكثر الأديرة قدسية عند الأقباط في مصر والعالم. دير السيدة العذراء، أو زي ما بيطلق عليه دير المحرق. المكان ده استقرت فيه العائلة المقدسة 6 شهور و5 أيام بعد رحلتها من فلسطين لمصر. نزلت ضيف على الدير يومين علشان أعيش في هذا العالم المقدس والأرض الطيبة، ما هو أفئدة الأقباط وقدس المصريين. بدأت الرهبنة في مصر في أواخر القرن الثالث الميلادي. أسس نظام الرهبنة الأنبا أنطونيوس، أو كما يطلق عليه العظيم أنطونيوس. والرهبنة تعني باليونانية أو القبطية التوحد. خدت شكل منفرد في الصحراء الفترة، ثم تحولت إلى نظام الشركة على يد الأنبا باخوميوس. ومع هذا النظام انتشرت الأديرة داخل مصر، وأصبحت المكان اللي بتبدأ فيه حياة الراهب وتنتهي. كان في استقبالي أبونا فيلوكسينوس، أحد رهبان الدير الموجود فيه من 25 سنة. هو اللي هيصطحبني في رحلة داخل هذا المكان المبارك. ليه تسمى بالمحرق؟ اسم المحرق ده اسم المنطقة اللي فيها الدير، وده بيرجع للقرون الوسطى. الدير على طرف الجبل أو طرف الصحراء، فكان بيطلع نباتات كتيرة أو حلفة ملهاش لازمة، فسموها منطقة الحرايق أو منطقة المحروقة، ومنها جه اسم دير المحرق. لكن الاسم الصح أو القديم أو اللي كان بيطلق على الدير لمدة مثلا 12-13 قرن، دير السيدة العذراء بجبل قسقام الشهير بالمحرق. أبونا، إيه أهمية الدير للوجدان المسيحي؟ دير المحرق بينفرد بأنه في مستين أو في صفتين لو جاز التعبير، أنه مجتمع رهباني ومكان متعلق بالعائلة المقدسة. هو أهم مكان متعلق بالعائلة المقدسة موجود في مصر، وأكبرهم على الإطلاق وأقدمهم. وما يزيده تميزاً أنه في الكنيسة الأثرية اللي فيها المذبح اللي دشنه الرب يسوع المسيح له المجد، اللي تاريخه بيرجع لما قبل الميلاد 700 سنة ما قبل الميلاد. كان إيه سير العائلة المقدسة في مصر؟ رحلة هروب العائلة المقدسة مرت بأماكن كتيرة لغاية ما وصلت هنا. الوضع هنا إيه لما وصلوا لهذا المكان؟ كان بيت مهجور من الطوب اللبن على طرف الجبل، ما فيش أي حد عايش جواه أو حواليه، وفي من بحر البيت أو من ناحية الشمالية منه في بير مية. لما وصلت العائلة المقدسة هنا كان بير المية ده جاف، فجي ربنا يسوع المسيح له المجد لما وصلوا هنا. أول ما وصلوا بارك البير في أنبع مية تاني، وقعدوا الفترة الطويلة دي هنا اللي هي 6 شهور و5 أيام. ظهر الملاك ليوسف النجار هنا في البيت اللي عاشوا فيه أو كانوا عايشين فيه، وقال له خلاص هيرودس مات اللي هو كان سبب الرحلة من الأول، إنه قال له في متى 2، إنجيل متى إصحاح 2، اهرب إلى أرض مصر لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فخلاص هيرودس مات، فرجعت العائلة المقدسة إلى أرض فلسطين. إمتى تم إنشاء الدير؟ تدشين الكنيسة، أو نقول إنه البيت تحول إلى كنيسة، بنتكلم على 4 قرون، من القرن الأول للقرن الرابع. كانت كنيسة باسم السيدة العذراء. للسبب ده الرهبان اجتمعوا حوالين الكنيسة وابتدأوا المجتمع الدائري أو الحياة الدائرية، ودي بترجع في مصر عامة للقرن الرابع الخامس، وابتدى من هنا دير السيدة العذراء بجبل قسقام المحرق. هل المكان ده خرج رهبان ذات شهرة في التدين والتعامل مع البشر؟ يعني طبعا ده خرج. عايز اقول لك حاجة طريفة برضو جدا، كان دير المحرق يخرج منه دايما أساقفة النوبة والسودان، معروفين في باباوات اختيروا كمان من دير المحرق للكرازة المرقسية. احنا بنتكلم عن عدد رهبان في الدير تقريبا قد ايه؟ دير المحرق هو اكبر دير في صعيد مصر من حيث عدد الرهبان.
يسكن دير المحرة حاليا 140 راهب. على أبواب الكنيسة الأثرية سمعت أصوات الصلاة وكأنها سيمفونية سماوية. وبدون مشعر دخلت أقف وسط الرهبان أثناء صلاة العشية في المكان اللي دشن فيه السيد المسيح مذبح الكنيسة. قدسية المكان ده للرهبان وزوار. المكان ده في وسط أرض مصر، والمذبح ده قدسه الرب يسوع المسيح له المجد بإيده الإلهية، وقبل ما يقدسه عاش هنا 6 شهور 5 أيام. فهو بارك مصر وبارك العالم كله من هذا المكان. مش مقدس فقط للأقباط، مش بقول لك مقدس للمسلمين كمان، اخواننا المسلمين بيجوا هنا كتير قوي، بيصلوا وبيطلبوا وبيدعوا وربنا بيحقق لهم امنياتهم. المذبح الدخول ليه وقت الصلاه فقط، ولا ممكن اي حد من الرهبان يدخل المذبح للصلاه منفردا؟ عامه المذابح او المذبح في الكنيسه القبطيه عامه ما بيتفتحش لوقت الصلاه، بس طبعا لان احنا هنا مكان له صفه عامه قوي، يعني بمعنى انه ناس كتير بتيجي، فممكن بنسمح بالزيارة أو بدخول المذبح، بس مش لكل الناس، ما نقدرش نعمل كده يعني، لأنه المذبح المفروض كنسيا ما يدخلش المذبح إلا الشماس أو الكاهن أو الأسقف أو البابا في وقت الصلاة. له قداسة عالية جدا في ديرنا، في مصر، في العالم. ما يتواجد داخل المذبح بيبقى الكتاب بتاع الصلوات، والمفروض إن في حاجة اسمها في وقت الصلاة كرسي بنحط فيه الكاس اللي بيستخدم في الصلاة برضو. دي الحاجات، ولكن الشمعتين المفروض يكونوا على جانب المذبح مش فوق المذبح، وبنحاول مفيش حاجة تدخل إلا ليها علاقة بالصلاة. مذبح هنا قديم جدا، له من القدم يعني احنا بنتكلم على 20 قرن. يعني احنا ينفع نشوف؟ ممكن نشوف. تفضل يا ابونا بموها معنا. نشيل مع بعض. لا انا اشيل، هو مش سامع الامور فيها. الورق ده عباره عن ايه يا ابو؟ دي طالبات للمسيحيين وغير المسيحيين، بيحطوها هنا على المذبح لما يكون ليه طلبه او ايا كانت طلبه، شفاء، معجزه كده، بيحطها على المذبح للبركه. بتوضع من خلال الرهبان ولا هو هو بيديها لنا واحنا بنحطها؟ الناس كلها بتيجي من الاقاصي الى قصيها، يعني من أقاصي المسكونة لقصية، عشان يحطوا طالباتهم هنا، لأنه بيثقوا ويؤمنوا بشفاعة وقداسة المكان. دي الرخامة اللي هي اتحطت فوق المذبح، اللي هي نصف دائرية، واللي بتثبت التقليد أنه الرب يسوع المسيح له المجد لما عمل سر القربان أو سر الإفخارستية أو سر الشكر بالعربي، يعني كان حوالين مجتمعين بصورة دائرية حوالين المائدة، فعشان كده
اتعملت على الشكل شكل نصف دايره اللي مكتوب عليه النقش هنا ده بقى دي لغه يوناني بتقول اذكر رب عبدك قلطس في ملكوت السماوات. وبنعتقد ان قلطس ده كان احد رؤساء الدير في القرن الثامن الميلادي. ده اللي بيميز الدير عن باقي الاديره الموجوده في مصر. يميز الدير عن اي مكان مسيحي في العالم. تاريخ هذا المذبح يعود الى 700 سنه ما قبل الميلاد. في نبوه في العهد القديم بتقول في هذا اليوم يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر. تاريخ النبوه دي 700 سنه ما قبل ميلاد المسيح. لما جه المسيح احنا بنؤمن انه اكمل كل النبوات التي تكلمت عنه او عما يخصه. فجي في هذا المكان ودشن البيت ودشن المذبح وبقي مذبح للرب يسوع المسيح في وسط ارض مصر. هل بعض اللي بياتوا للدير بيبقوا جايين ايضا بنيه الحج؟ هو مش يعني هو واثق تماما في كنيسه القبطيه معروف ان اللي يزور دير المحرق كانه زار القدس. وده راي رسمي للكنيسه يعني راي متعارف عليه وثابت في ايمان وعقيده الكنيسه القبطيه والكنيسه الحبشيه ان دي القدس الثانيه. في فترة من فترات المسيحية تعرضت بعض تجمعات الرهبان لهجوم من البربر، وفكر الرهبان في تحصين نفسهم داخل الأديرة فأقاموا حصون لحمايتهم. الحصن الأثري داخل دير المحرق لم يستخدم للحماية من وقت إنشاؤه في القرن السابع الميلادي. أهلا يا عسل، زيك يا أبي. أنا شوي زيك زي حضرتك. دماغك واتش يور هيد يا محمد. لا تمام ما تقلقش يا ابويا. بيكشف الدير كله ده يا ابويا من فوق. طبعا دايما واتش يور هيد ما تقلقش. ابونا الحصن ده تاريخه قد ايه؟ حصننا هنا اتبنى من رهبان الدير في اواخر السادس اوائل السابع، والحصن صمم انه الرهبان يعيشوا فيه يصلوا فيه، ولو حتى حد مات جوه الحصن يدفن جوه. دي كده الصعود لكنيسة الملاك ميخائيل في حصن دير المحرق العامر. ايه الفكرة من وجود كنيسة داخل الحصن؟ اي حصن في دير قبطي لازم يبقى فيه كنيسه، على اساس ان لو الرهبان التجأوا داخل الحصن كغرض للحمايه يقدروا يصلوا فيه القداسات وكده. يعني ده المذبح يا ابونا. ده مذبح كنيسة الملاك في الحصن دير المحرق. أبونا هل في جوه الكنيسة ما له تاريخ أو شيء من نفس عمر الكنيسة موجود جواها؟ في حاجات ممكن تشد انتباهنا مثلا في الحصن، مثلا المنجلية دي أو كلمة ما أنجليون بالقبطي ده مكان الإنجيل، دي عمرها 600 سنة. في كمان هنا عمودين، واحد بازلت واحد رخام. وجود عمودين في كنيسة قبطية قديمة ده بيدل انه كانوا مثلا متاخدين من معبد الاوثان، ودي كانت مقصودة للمسيحيين انه بيقولوا المسيحية دخلت مصر فازالت عبادة الاوثان من مصر. الدير بيفتح أبوابه للزوار من الساعة 9 صباحاً. الكل جاي للعذراء من النور، جايين علشان ياخدوا البركة.
كان في وقت الصيام الكبير تغلق أبواب الدير أمام الزوار لمدة 55 يوم. شكل الدير بالليل بيختلف من بره وجوه. الدير بيحتوي على 4 مباني لإقامة كاملة للزوار. الإقامة عادة بتكون في فترات المناسبات والمواسم. وقت وجودي كان وقت عيد الصعود. العيد بيبدأ بعد 30 يوم من عيد القيامة وبيستمر 10 أيام. البهو الكل بيلاقي فيه البراح والراحة اللي جه علشانها. الكل جاي ومتعشم في بركة أو معجزة أو دعوة تستجاب. جرجس بيزور الدير من صغره، اتربى على حب المكان لكنه جاي علشان يوفي ندر. سلام يا بول. اسمك ايه؟ بولا. وده ياسا. بتيجي الدير بقالك قد ايه؟ انا سني 37 سنة، ما فيش سنة ما جيتش الدير من حد، لكن جدودي وابويا والأسرة كلها كبار بيجوا الدير هنا على طول. بتيجي الدير منين انت جاي؟ من مصر، من شبرا الخيمة. ايه اللي بيخليك تيجي تقطع كل المسافة دي مع ان في أديرة موجودة في مصر؟ السيد المسيح هنا ليه مذبح جوه، يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. ما فيش هيكل في العالم كله متدشم غير هنا المحرق، واحنا هنا بنتبارك بالعذراء. ان شاء الله يا عذراء. انت قاعد الفتره دي قد ايه؟ انا النهارده بقى لي 11 يوم في الدير. البعض بيجي الدير مش علشان البركه بس، لكن في بعض الناس بتيجي بتبقى نادره. ده بيبقى موجود. في ناس نادره مثلا. انت ده بيبقى موجود عندك بعض الزيارات؟ انا بعد الزيارات كان عندي اخويا، انا حضرتك، كان حصل له حادثه في مصر، وكان الدكتور بتاع عندنا، احنا بنحلل للزوج وللزوجه، جات التحاليل بتاعته طلعت وحشه. بعد الحادثه على طول ام ندرت الحلقه اللي هنا لابونا هنا بتاع الدير، وجي اخويا خلف في نفس السنه بعد السنه على طول. اهميه الندر ايه؟ يعني الناس اللي بتيجي تحط ندر ده قيمته ايه بالنسبه من الفرحه اللي مثلا بيبقى واحد محروم من الاولاد وبيدعي من العذراء، اللي هو العذراء تديله، بتيجي السنه اللي بعديها بيكون العذراء نفذت له الطلب بتاعه، فلازم يجي يسدد النذر بتاعه. التعامل بينكم وبين الرهبان في فتره سكن كنتوا يعني محبه واخلاص وكل حاجه. طيب انتوا المفروض في ناس جوه السكن ده من بلاد تانية مختلفه صح يعني، ولا كل سكن بيبقى اللي بلده؟ كل سكن بيبقى، احنا بلدنا اسمها بنسانا، كله جاي من مصر، من شبرا الخيمه. في ناس بتيجي بعدنا من ملاوي، في ناس بتيجي من اسكندريه، في ناس بتيجي من جميع البلاد اللي ربنا خلقها. في الليل تبدأ العزلة والخلوة ورحلة الرهبان داخل أنفسهم وفحص خباياها. لكن بعض الرهبان بيتفرغوا في منتصف الليل لعمل آخر بيخدم الكنيسة، وهو صنع القربان. وده بيتم في مكان اسمه بيت لحم. داخل المخبز لا تنقطع الصلاة وقت العمل. أصنع الخلاص على نية الكلام الرب كلامه عن طريق أنا بس عايز أعرف البداية، إيه الحكمة من صنع القربان؟ إحنا أولاً هنا مكان اسمه مكان بيت لحم. ليه سميناه بيت لحم؟ بيت لحم ده مدينة موجودة في القدس اتولد فيها المسيح، فإحنا القربان هنا عموماً بيرمز وبيشير للمسيح. بنعمل قربان إن إحنا بنجيب الدقيق والمية والخميرة، وبعد كده بنعجنهم مع بعض، وبنعمل القربان ده بطريقة معينة، بشكل معين، بدائرة معينة، وبعد كده احنا بنخبزه هنا زي ما انت حضرتك شايف. القربان اهم حاجة فيه ان هو يكون مدور ومكتوب باليونانية أجيوس الشيروس أجيوس أساناتوس أجيوس الشيروس. كل ديت معناها قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. هنا المسيح الإزبادكون ده، الصليب الكبير بيشيل المسيح وحواليه التلاميذ. القربانة دايرة عشان ملهاش بداية ولا نهاية، الله ملوش بداية ولا نهاية، تمام؟
احنا بنعمل أوربانة دي هنا وبنطلعها تروح الكنيسة. ليه الأوربان لازم يصنعه الراهب؟ ليه مش عمال؟ احنا استلمنا كده من الشيوخ، من الشيوخ بتوعنا اللي احنا اتعلمنا منهم وأبائنا الرهبان، ان احنا اللي بنعمله، احنا اللي بنعمله بايدينا، اللي هنصلي بيه واللي هنقدمه لربنا ذبيحة، فاحنا اللي بنعمله بايدينا، احنا اللي نعمله ما حدش يعمله غيرنا، يعني حاجة صلاتنا واللي هي تخصنا ده اللي استلمناه من أبائنا، محدش يعمله غيرنا يعني. طيب ليه صنعته في الأوقات المتأخرة من الليل يعني؟ هنا الدير نظام الدير على حسب نظام الصلاة، ففي قداسات بتبدأ الساعة 4، فإحنا لازم نخبز القربان قبل القداس يعني بالكثير جدا نص ساعة عشان القداس يطلع طازة، القربان يطلع طازة. إن إحنا في الصلاة الطلبات اللي بتطلع للصلاة القربان لازم يكون عدد فردي، يا إما 3 يا إما 5 يا إما 7 يا إما 9 يا إما 11. ليه عدد فردي؟ مثلاً 3 كده إحنا بنوديهم لأبونا يصلي بيهم، هو بيختار واحدة من دول، لما بيختار واحدة يبقى فاضل كام؟ 2. الاثنين دول يكونوا متشابهين، أنا اخترت اللي ملهاش زي، الله ملوش زي، ولازم لما يختار القربانة زي ما قلت لحضرتك تكون مدورة كويس، يتأكد ان هي كل الخمس تخرام دول اشارة للجروح اللي في المسيح. بيبقى تقريبا قد ايه عدد القربان اللي بيخرج من بيت لحم؟ كله عشان هنا نظام الدير كبير وفيه طلبات كتيرة، فبنعمل اكتر من 180 قربانة 200 قربانة. الطلبات دي بتخرج فين؟ الاباء بياخدوها للناس كبركة، بس يا إما إحنا بعد القداس الناس الموجودة الحضرة بنوزعها عليهم. إمتى ظهرت فكرة القربان؟ المسيح في العشاء الأخير مكتوب كده في الإنجيل إن هو أخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاه لتلاميذه وقال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي. إحنا خدنا الفكرة دي من المسيح بالتقليد بالترتيب، يعني تواصل واستمرارية للمسيح، لتعليم المسيح اللي إحنا تعلمناها منه، فاحنا ضفنا عليها الطقس الارثوذكسي بمعانيه الجميله. يعني ينفع اخد واحده؟ طبعا. شكرا. كل واحد يجيب واحده. في صمت الليل كملت جولتي داخل الدير، الكل في تعبد وعشره مع الله، يبحث عن سكن دائم في السماء، لكن بيقطع هذا الصمت أجراس الكنيسة لتبدأ تسبيحة نص الليل. الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المائد المسيح إلهنا. بعد انتهاء التسبيحة قابلت الراهب أكسيوس، وصل للدير من 20 سنة، كان عايش في أسيوط لكنه قرر اعتزال العالم الخارجي. من أول ما دخلت الدير لحين أصبحت راهب كانت فترة قد إيه؟ وهل في اختبارات للرهبان قبل ما يصبح راهب داخل الدير؟ هو طبعا بتبقى فيه اختبارات، يعني حسب
الوقت وحسب الظروف يعني، في كل فتره يعني بيبقى ليها ظروفها، كل مجموعه يعني بتترهبن بتبقى ليها ظروفها، فممكن تقعد سنه سنتين يعني حسب، ملهاش قاعده يعني. انت ابونا قعدت قد ايه، كم سنه؟ انا قعدت سنه وثمان شهور. درجات الترقي بالنسبه للراهب ايه هي؟ لا، هو الراهب مفيش ترقيه، هو الراهب يعني جه من العالم، ساب العالم يعني، ترك العالم وجاي علشان يعيش مع ربنا، فهي ما فيهاش ترقيه. لكن ممكن بياخد مثلا يعني كهنوت علشان يخدم بيه ويمارس بيه الاسرار اللي هي يعني موجوده في الكنيسه. ايه هي فلسفه الرهبنه؟ فلسفه الرهبنه ان هو يترك الكل ويلتصق بالواحد، بمعنى يعني ان واحد يسيب كل العالم وكل شيء في العالم ويلتصق بالله. هل بتبقى في اوقات محدده لوجود هذه الرغبه والتحول من الحياه الدنيا للعزله داخل الدير؟ هو طبعا بتبقى رغبه شخصيه، هو بيلاقي نفسه ان هو يعني عايز يعيش مع ربنا، فمش عارف يعيش في الجو المحيط بيه، بيفرغ نفسه من كل حاجه علشان يمتلئ بالله. ازاي بيعيش الراهب جوه الدير؟ حياته بتبقى عامله ازاي؟ الحياه جوه الدير ثلاث اقسام. المجمع اللي هو الرهبان، وحياه فرديه، وحياه العمل. المجمع اللي هو الكنيسه، الاختلاط، الفرد وحدي يعني، او الوحده بيبقى في منعزف الجلايه لوحده، برضه ليها طقوس وليها يعني قانون معين بيعيش ويحيى بيه. ايه بقى الطقوس وقوانين القلاية؟ القلاية ليه طبعا القانون بتاعه اللي هو الصلاة والقراءة في الكتاب المقدس والكتب الروحية. ايه اللي بيتعلمه الراهب فترة وجوده في القلاية؟ بيتعلم طبعا الصمت، وان هو بيبقى لوحده مع الله، ممكن بس يبقى بقلبه بس بيصلي، ممكن هدوء لأن بيبقى طبعا وحدة، فرصة يفحص نفسه. هل ممكن أنه الراهب يتطرق إلى فكره وذهنه، الشعور بالضجر والحاجة للخروج من القلاية؟ ده طبيعي عادي، طبيعي. إزاي لأنه إنسان. ممكن تواجه الفكرة، فكرة الخروج من القلاية أو من التعبد؟ ما هي برضو ممكن يكون في شغل يدوي داخل القلاية، فده الشغل اليدوي دايما بيخلي الإنسان بيركز أو ذهنه يتحول لحياة تانية. الراهب داخل الدير منعزل عن العالم الخارجي ومنعزل حتى عن الأقارب؟ هي الرهبنة كده، الانعزال عن العالم والالتصاق بالله، حتى الأقارب. حتى الأقارب بس برضه ما فيش مشاكل ان يعني الواحد يتعامل مع الناس، او يعني ما فيش مشكله يعني، ما فيش مشكله. العمل داخل الدير لا ينتهي، ومع طلوع شمس يوم جديد يبدأ المجتمع ده في توفير مستلزماته بعد ما أصبح قادر على تحقيق اكتفاءه الذاتي، وده من خلال الزراعة والصناعة. الراهب جبرائيل هو المسؤول عن مزرعة الدير. خرجت معاه في رحلة لأراضي الدير اللي بيتم زراعتها لتوفير الغذاء، مش بس للدير لكن كمان للمجتمع المحيط بيه من الفقراء. المساحة دي بتكفي الدير من خلال المحصول اللي بيطلع منها؟ لا طبعا، دي 10 فدادين حاجه صغيره خالص، لكن ده جزء برضو بالنسبه ان في مزارع تاني تحت او في اراضي تاني بتاعت الدير. الراهب جبرائيل كان عنده الخبره الكافيه بدايه توليه الارض ان هو يحولها من ارض صحراويه؟ لا، هو بالنسبه احنا كرهبان ما فيش واحد شغال في مجاله بره اللي هو قبل الحياه الرهبانيه، احنا ابتدينا حياه جديده، فاي حاجه نكلف بيها بنقول حاضر، يعني الرهبنه مبنيه على الطاعه.
ازاي اتعلمت الزراعه؟ يعني نتيجه انا بجيب عمال بشوف ببقى قاعد في وسطيهم متعايش معاهم. احنا ممكن نبص على الارض وال تعالى هتفرج واوريك الجو بتاعها والارض عامله ايه. كل العمال اللي موجودين في الارض تبع الدير ولا بيتم الاستعانه بعمال من خارج الدير؟ لا، هم من القريه جنب الدير. هل كل المحاصيل اللي بتخرج من الاراضي اللي تبع الدير للدير بس ولا بيتم استخدامها استخدام تاني؟ في جزء بيروح الدير احتياج الدير لغايه لما يكتفي الدير، والباقي بيروح بره بيتباع بره منه، بنصرف على العمال اللي هنا اللي بيشتغلوا في الارض. داخل الدين ما يربط العمل بالعباده في نفس التوقيت بالنسبه للرهبان داخل الاديره؟ طبعا في ايه يعني بحرق جبينك تاكل خبزك، وفي برضه ايه تاني يد تبني ويد تحمل السلاح. يد تبني اللي هم بيعمروا اللي شغالين، والسلاح اللي هو الصلاه. فالاباء اللي هم قاعدين في الدير بيصلوا لنا عشان احنا نقدر نكمل، ان الدير ما يبقاش عبء برضه على المجتمع او على البلد. فالدير بيقدم خدمات كتيره. بالنسبه للارض دي بتحتاج عماله ولا لا؟ فدي خدمه بنقدمها ان احنا بنشغل هنا عماله. عرفت من الراهب جبرائيل ان بجوار الارض الزراعيه مغاره بيجي ليها زوار كتير وبتعرف بمغاره ابونا متى. كان احد الرهبان المتوحدين واصبح بعد كده البابا 68 البابا متاوس. التعبد داخل المغارة روحانياتها بتسرع عن التعبد داخل الدير؟ لأن هو خد مرحلة يعني مرحلة حلوة في الرهبانة متقدمة خالص، اللي هي حياة الوحدة. الأول كان حياة الشركة في الدير، بعد كده طلع لحياة الوحدة، هو وربنا بس والوحدة زي ما أنت شايف طبيعة الجبل. هي إيه مراحل الرهبانة دي؟ الرهبانة بيبتدي الأول طلب رهبانة بيتردد على الدير، بعدين بيبقى فيه فترة اختبار لغاية لما يعرف الدير والدير يعرفه كويس، بيبتدي يلبس الأبيض. ومدة اللبس الأبيض ده اللي هو طالب رهبانة تحت الاختبار، بتقعد الفترة دي بتبقى من 4 سنين لسنتين، من 2 لـ4. لما بيجتاز مراحل الاختبار كلها بيكرر المجمع رئيس الدير ويبتدي يتم عملية الرهبانة، بيبقى خلاص كده النادر وفى النادر ومات عن العالم خالص. بنصلي عليه صلاة الموت إن هو مات عن العالم وابتدى حياة جديدة وعيشة جديدة اللي هي حياة الرهبانة. شايف الجو جوه راسل ازاي؟ فرق خالص عن بعض. الجبل حلو. الدير قدر يتحول لمجتمع منتج ليه ولغيره. صناعات كتير من نجارة لحدادة بتوفر فرص عمل للمحتاجين. بيشوي واحد من الصنايعية اللي اتعلم مهنة الحدادة هنا داخل الدير. عنده 25 سنة وموجود في الدير من 7 سنين. انتوا الشغل اللي بتعملوه هنا ده بيروح فين؟ بيروح اي مكان بره، من الاسكندريه لاسوان احنا بنودي شغل، سواء كنيسه، جامع، شغل مجولات، شغل عادي. انتوا شغلكم مش متعلق بس بالكنيسه؟ لا، احنا شغلنا متعلق بجميع اي حد. انت بتشتغل كام ساعه تقريبا بالشغل في اليوم؟
يعني من 8 ل 10 ساعات. انت ما فكرتش في يوم من الايام ان انت تفتح ورشه خاصه بيك بره؟ انا عندي هنا بالنسبه لورشه الدير، انا مهما فتحت ورشه بره مش عارف امنها زي هنا. ايه اللي بيميز ورشه الدير عن باقي الورش اللي بره في الصنعه دي؟ انا وانا شغال كانها ورشه بالظبط، رقم واحد. رقم اتنين ان انا وانا شغال هنا يعني محاط بكل جميع انواع الامان. يعني في مثلا بالنسبه للكهرباء احنا معمول عندنا نظام مش عارف اسمها سباك نحاس او حاجه زي كده، ان لو اي حد لمس الكهرباء تفصل الواحده اوتوماتيك، ما حدش يتكهرب. طبعا دي في حياتي انا ما اقدر اعملها في ورشه صغيره بره. بشوي يوميه الصنايعي هنا بتفرق عن يوميته بره؟ هو احنا لو حسبناها يوميه هنا هنقول زي بره، بس مش هقول لك ازيد مش اقل. ان يكفي هنا انا وانا شغال متاح لحاجات مش ينفع تتوفر لي في اي ورشه بره، دي طبعا ما تتقدرش بفلوس. التعامل مع الرهبان في الصنعه دي اسهل ولا التعامل مع الصنايعيه والعمال بره؟ التعامل مع الرهبان اسهل، ان انا ممكن مثلا بتعامل مع الصنايعي بره مثلا يضربني بالقلم او يشتمني وانا بتعلم، انما هنا الراهب انت بتتعامل معاه بكل تركيزك معاه عشان خاطر لا هو ينفع يغلط فيك ولا ينفع انت ترد عليه في حاجه. في نهاية القرن ال19 الميلادي زاد نشاط المرسلين الأمريكان إلى أسيوط، وبتزايد الأسئلة من أبناء الكنيسة في النواحي العقائدية واللاهوتية اهتم الآباء الرهبان بالدرس والاطلاع علشان يروا عطش المتهافتين على معرفة الكنوز الروحية لكنيستهم القبطية. السبب الثامن ده هم اللي كانوا بيعتمدوا عليه كأسهل سبب للطلاق، اللي هو استحكام النفور الفرد، وبالتالي يبدو حكم مدني من المحكمة بالطلاق. المحكمة عايزة تجوز تجوز مدني، أنا مش هقدر أجوز إلا بناء على تعليم الكنيسة. أصبح إنشاء مدرسة للرهبان أمر مهم، تحولت المدرسة بعد كده إلى الكلية الإكليريكية. في قسم الكتاب المقدس بيدرس فيه دراسة خاصة للعهد القديم والعهد الجديد بمقدمته. في قسم اللاهوت بياخد لاهوت عقيدي، بياخد لاهوت نظري، بياخد لاهوت روحي، بياخد لاهوت مقارن. في قسم مثلا التاريخ بيدرس تاريخ الكنيسة في العصر القديم والعصر الحديث. في قسم القانون بياخدوا قانون الكنيسة وقانون الأحوال الشخصية. الكلية الإكليريكية بتخدم إزاي طوائف الدين المسيحية؟ إيه اللي بتقدمه؟ تحت إشراف الأب الروحي بيقعد 4 سنوات بيعد روحيا، خلال الدراسة 4 سنوات بيعد علميا ودراسيا، فيطلع من المكان مؤهل إنه يقدر يكون خادم روحي ومتعلم. وهنا الدور الأساسي للكلية الإكليريكية. بعد ما يتخرج الطالب من الكلية يبقى كاهن ولا مش شرط؟ المفروض ان هو بياخد 3 اشكال او شكل من 3، وممكن يجمع بين اكتر منهم. اما انه هو يكون شماس مكرس في الخدمه بعدين يقعد فتره معينه وبعد كده يسام كاهن. في واحد بيتجه للعلم، يعني بيبتدي يكمل دراساته ويبتدي ممكن يخرج للدراسه بره في كليات الكنيسه بتعترف بيها ويرجع معاه ماجستير او دكتوراه، وبعد كده يبقى هو فرغ نفسه للعلم يبتدي يعلم. تمام. ومنهم البعض بنسبة وإن كانت مش كبيرة ممكن يتجه إلى الرهبنة. فهو المفروض إنه الأساس الإكليريكي، كلمة إكليريكي نصيب الرب، كلمة إكليريكي المعنى كلمة اليونانية المعنى منها نصيب الرب. فالمفروض اللي بيدخل الكلية الإكليريكية اللي هي بيتفرغ فيها للدراسة وللخدمة المفروض إنه تكرس للرب. إحنا عندنا إحصائية بعدد اللي بيتخرجوا سنويا من الكلية؟ يعني مش إحصائية ثابتة لأنها بتختلف من سنة للتانية، ممكن نقول بيتخرج قرابة من 30 إلى 40 في السنة. في منهم مغتربين من برا محافظة أسيوط، يعني في من طبعا طلاب. في فرقة من السنة تالتة فيها 4 سودانيين بيكونوا تابعين للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الكلية الكليريكية في الأمبرويز. كان معانا واحد ياباني وترسم كاهن بيخدم كنيستنا في اليابان، كان اسمه يوكيو، بقى اسمه أبونا توماس. أمير بيباوي واحد من طلاب الكلية، اتخرج من تجارة بني سويف، عنده 25 سنة، جالي البحث عن العلم داخل الكلية في خطوة لخدمة الكنيسة أو الرهبنة.
اي انسان منا عامه بيدخل الكليه بيبقى عنده رغبه في انه يعيش مع ربنا او يقدم حياته لربنا، بتنغرس فيه امور الخدمه. فالحاجه الوحيده اللي بتقدر تخليه مخصص تخصيص كامل لربنا هي الكنيسه والكليه الاكليريكيه. طيب هو في اختبارات بتتم قبل دخول الكليه؟ طبعا. عباره عن ايه؟ بتبقى اختبارات شفويه واختبارات تحريريه واختبارات نفسيه. انت ناوي تترهبن ولا دي فكره مش في دماغك؟ هو عامه زي ما سبق وقدس ابونا قال في اثناء المحاضره ان قد يكون الانسان ليه اكتر من هدف في حياته. ممكن انسان منا يبقى حابب انه يحيا مع المسيح ويتفرغ تفرغ كامل للعباده والصلاه، فبيضطر انه يدخل الدير ويصلي. في انسان تاني يبقى حابب يقدم نفسه للناس، بمعنى انه يبذل ذاته من اجل الاخرين، وده زي ما عمل السيد المسيح له كل المجد، يعني كان بيخصص كل حياته لخدمه البشر. حتى في ايه في الكتاب المقدس قال عن شخص السيد المسيح له كل المجد انه جاء ليخدم لا ليخدم. فانا حابب ان انا انزل للعالم واساعد كل انسان يبقى محتاج. اول حاجه اعرف ربنا لكل انسان بعيد عن ربنا. كل مناسبة كنسية ليها ألحانها الخاصة وزناً ونصاً، ودي بيأديها خريجي معهد المرتلين. المعهد تم إنشاؤه في أواخر السبعينيات لتخريج مرتلي الكنيسة اللي لا غنى عنهم، لأنهم المتخصصين في ممارسة طقوس الكنيسة بانتظام والمتعايشين لها يومياً من كل قلوبهم. الدراسة كلها لاهوتية، بمعنى أنه بيدرس كل التسابيح والألحان الكنسية كمادة أساسية، بالإضافة إلى يدرس المزامير كجزء من الصلاة، بيدرس كتاب مقدس عهد قديم عهد جديد، بيدرس طقس الكنيسة اللي هو ترتيب الصلوات، بيدرس لغة قبطية علشان يقدر كمان ياخد أكبر كم من التسبيح. اللغة هتساعده، مش كل حاجة هيحفظها على باله، في كتب تسبيح كتيرة، وفي على مدار السنة في مناسبات كتير، فليها حاجات خاصة بكل مناسبة. كم سنة فترة الدراسة داخل معها؟ 5 سنين. احنا بناخد مؤهل متوسط وفما فوق فما أعلى. أهمية المعهد ده بالنسبة للديانة، ديانة المسيحية، اللي بيتخرج الطالب اللي بيتخرج من عندي اسمه مرتل، بياخد رتبة شماسية، رتبة شماس، يقود التسبيح في الكنيسة، يقود الشعب كله، فهو اللي بيبقى حافظ كل حاجة في الكنيسة بترتيبها بألحانها بكتبها بترتيباتها بالعالم كله. ده الصلاة بالنغمة بالتسبيح أكيد بيأثر في وجدان الإنسان، أكيد بيبقى حاسس بيه، وبالذات علشان النغمات عندنا فيها نغمة سنوي، في نغمة فريحي تشيل الفرح، في نغمة حزيني يعني بتخلي الشجن عند الإنسان وهو بيسمعها، بحيث إن أنا ممكن أسمع النغمة بدون ما أعرف دي طقسها إيه، أقول دي حزيني وأقول دي فريحي وأقول دي شعميني دي كيهكي. عندنا الطقس متنوع. بيتخرج قد ايه تقريبا من المعهد ابونا كل سنه؟ 12، من 10 ل 12. الكنيسه اللي بتوزعهم ولا المعهد هو اللي بيوزعهم على الكنائس؟ اي كنيسه تانية محتاجه بتطلب. انا بشوف توزيعه الجغرافي تقريبا ايه، وبوديه في انسب مكان واقرب مكان. الترانيم كلها باللغة القبطية، الصلوات كلها موضوعة باللغة القبطية وفيها جزء يوناني، يعني كانت اللغة اليونانية سائدة في ذلك العصر في بداية المسيحية. هل ده يعتبر نوع من أنواع توثيق اللغة القبطية والحفاظ عليها؟ كنيسة وبالذات الأديورة والمعاهد الدينية هي اللي حفظت اللغة بالحفاظ على الصلوات، الصلوات اللي بنفس اللغة اللي بالنغمة
الموضوع بيها، وبالتالي كده حفاظ على اللغة أكيد. اللي بيقوموا بتدريس للطلاب كلهم رهبان من داخل الدير؟ لا مش شرط، لا في مدرسين زي المعلم اللي بيدرس ده مرتل، ده خريج المعهد متميز فعينه مدرس، لكن مش كلنا رهبان. طب هل في معاهد ترتيل تانية غير اللي موجودة داخل دير المعهد؟ بنفس الاسم معهد ديدموس القاهرة، كل بروشية في محافظة ممكن تعمل مثلا معهد للشمامسة مثلا سنة أو سنتين يحفظ بيه حد يقدر يأدي، لكن علشان يقود ويبقى مرتل خريج معهد ديدموس القاهرة أو دير المحرر. إيه اللي بيميز معهد ديدموس؟ خمس سنين دراسة، والدراسة شاملة اليوم كله بإقامة بتدريب على الصلاة بجوة الدير وروحانية الدير، كله ده بيميزه طبعا. غير كده أنا بعمل له قداسات تدريب لي وهو طالب وبتابعها، ممكن أحضرها وأصلي معاه وأشوفه بيأدي إزاي اللي إحنا درسناه ده، عارف يطبقه صح ولا لا. إشارات السلام بختبر، بعرف صوته ومخارج الألفاظ مهمة جدا، النطق السليم والنغمة المعبرة أسمعها من لحن صغير، من ترنيمة، من أي حاجة منغمة إن شاء الله أغنية. أنا بدرسه اللغة القبطية في سنة أولى وسنة تانية، دول كفاية جدا يخلوه يعرف يقرأ ويفهم معنى الكلمة، وإذا كانت الكلمة دي معرفة ولا نكرة ولا في تصريف الفعل إيه فيها ولا الضمير إيه، يعرف ده الأساسيات، أساسيات اللغة. الدراسة في المعهد بتبدأ في نص سبتمبر وبتنتهي في شهر مايو. مبنى المعهد بينقسم إلى جزئين، جزء خاص بالإدارة والتاني بفصول التدريس. مينا واحد من طلاب المعهد، عنده 25 سنة في سنة رابعة، حلمه إنه يبقى من مرتلين الكنيسة. برا في الكنيسة قبل ما أخش المعهد كنت بقف أقولها عادي، كأني بقول لحن زي أي حد بيقف يقول ترنيم عادي، لكن لما دخلت المعهد هنا وطبعا شفت جو الدير و تعليم ابونا مسائل لنا في الندوات وفي المحاضرات اللي بيديها لنا، علمني ان انا لما اقف على المنجليه واقول اللحن ابقى حاسس كل هزه انا بطلعها، ما بطلعهاش من لساني، لا ده انا بطلعها من القلب. الاول كنت بقف اقولها على المنجليه ما كنتش بحس ان انا بقولها حاجه، كنت حاسس ان انا في حاجه حافظها بقولها بس، لكن بعد ما دخلت هنا المعهد وتعلمت حاسس ان انا كل اللي بقوله طالع من جوايا، بحس ان قلبي هو اللي بيقولها مش لساني. الاول كنا بنحفظ وبنقول باللسان بس عادي كده، الواحد يقف ويصلي كانه بيصلي عادي، لكن دلوقتي لا، دلوقتي اختلفت 180 درجه. في كم لحن اتعلمته تقريبا في خلال 4 سنين؟ يعني عدد الحان كبيره اللي اتعلمته خلال 4 سنين. الحان كبيره طبعا، كتير ازوكسولوجيات كتير والحان طقوس كتير. هل كل طائفه من الطوائف المسيحيه ليها الحان معينه خاصه بيها هي؟ أكيد كل واحد ليه طقس معين ماشي بيه وليه ألحانه هو اللي ماشي بيها، لكن عامة يعني الكنيسة الأرثوذكسية هي الأم في كل حاجة. تعلم اللغة القبطية اللي بتتقال بيها الترانيم كان أمر صعب عليك تعلمه؟ ما كانش صعب عليا، لأن هنا بندرس البدائيات من أولها، يعني زي ألف به كده مثلا في المدارس العادية. طيب انت قلت لي انت في سنه رابعه، يعني فاضلك سنه وتتخرج، ناوي تروح فين بعد ما تتخرج من اخر سنه؟ عندنا هنا مثلا من سنه تانية بيبتدي ابونا يوزع الطلبه على الكنائس. انت منين اصلا؟ انا اصلا من المنيا. انت حابب ان انت تروح في كنيسه داخل محافظتك ولا تخرج بره المحافظه؟ انا مش فارق معايا اي حته، يعني المهم ان الواحد يوصل الكلمه اللي خدها هنا للناس صح. ابونا قال لي انه في اختبارات صوت بتتعمل لكم قبل ما تخشوا المعهد، انت اتعملت لك الاختبارات دي؟ اتعملت الاختبارات ديت، اختبارات صوت، وبنقول لحن في الاختبار قبل ما الواحد يخش ويدرس في المعهد.
أثناء رحلتي عرفت إن أحد الرهبان تنيح، الراهب إبراهيم المحرقي، أقدم رهبان الدير وأكبرهم سناً، أحد الغرباء في الأرض والمحبين للعزلة. 50 سنة في حياة الرهبنة، منهم 30 سنة فاقد للبصر. تنيح وعنده 82 سنة، ليه محبين وتلاميذ اللي اتعلموا منه معنى الزهد. البعض منهم حضر لتوديعه والصلاة عليه ودفنه داخل الدير. المرة الوحيدة اللي حضر فيها جنازة راهب، المشهد ليه قدسية ووشوش المحبين لونها الحزن. في الجنازة يتأمل الرهبان النعش وكأنهم بيستعدوا لنفس الرحلة، وهم بينتظروا موعد النهاية داخل الدير. تابعونا على صفحاتنا على فيسبوك وتويتر ويوتيوب ستريت بلس شو. إلى اللقاء وحلقة جديدة من نبض الشارع.